نحن سعداء اليوم بتنظيم هذه الحملة التوعوية وذلك بالتعاون مع مستشفى الجامعة بالشارقة. الغرض منها بنشر الوعي الصحي لأفراد المجتمع الإماراتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ونحن بدورا نشكر دائرة التنمية الاقتصادية على تعاونها معنا اليوم لإنجاح هذه الحملة. طبعا هذه الحملة تندرج تحتها عدة فعاليات، منها اللي هو فحص السكر والكوليسترول في الدم، كذلك في محاضرات توعوية عن التثقيف الصحي، ومحاضرة توعية عن التأمين ومنافع التأمين لموظفي حكومة الشارقة.